يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف واحد الأثنان. ويقول الله جل وعلا خيرا من القصيد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا بأرسل رسالة إلى ذلك الإنسان اللي تعلق قلبه في الحب، سواء كان نساء وسواء كان أطفال وأبناء، إلى ذلك الإنسان الذي امتلأ قلبه في حب الأغاني، إلى ذلك الإنسان الذي امتلأ قلبه في الذنوب والمعاصي والآثام والكبائر، إلى ذلك الإنسان الذي امتلأ قلبه بالقرب من الشيطان. أقول لك يا غالي، اسمع وصف عن وصف الجنة. يقول في وصف ابن القيم أن الإنسان إذا كان في تلك الجنة ويجلس عند تلك الشجرة، يقول يجلس تحت تلك الشجرة يا إخوان، مسيرة ذلك الظل، تلك الشجرة مسيرة الظل 100 عام، الله أكبر، مسيرة 100 عام، براد يا إخوان داخل الجنة. وتعرفون وش البراد هذا؟ براد نسيم، وزد على ذلك أنه مخلوط برائحة المسك. شف، مخلوط برائحة المسك، وصف نعيم نعيم الله به عليم. يقول يجلس على يجلس عند تلك الجنة، يجلس عند تلك الشجرة، يقول فيعيش في ذلك النعيم، فيستظل بظلها، فتأتي ريح. بالله تذكر، أسألك بالله تذكرنا أنت هذا الإنسان، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. أسألك بالله، ذلك الإنسان يقول يجلس في تلك الجنة، الله أكبر، يقول فيأتي ريح، فيوم أن يأتي الريح يا إخوان، يقول يضرب على أغصان الجنة، أغصان شجرة الجنة، يقول فيحك الأغصان بعضه مع بعض، فيخرج منها صوت يضرب له أهل الجنة. الله أكبر. الآن لو تجلس الآن في خابة أو تجلس في حديقة، ويأتي ريح فتشوف الأشجار، تبدأ الأشجار تحك بعضها بعض في وقت الصباح، وقت الصبح يا إخوان قبل شروق الشمس. وش رأيكم بالجو هذا؟ أجمل جو الجنة. يجلس، لا زد على ذلك، يكون مرتاح النفس، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعيم يا إخوان، نعيش في نعيم. الأعجب من ذلك أنك تشوف أبوك وتشوف أمك وتشوف إخوانك وتشوف كل من يعز عليك في الجنة، ولكن في الجنة ما هناك أب أو أم أو أخ، كلهم على طبقة واحدة. الله أكبر يا إخوان. يكون في تلك الجنة لا من غير ما تسمع الحور العين، وجمال الحور العين، وخيرات الحور العين، يضمها وتضمه وينظر إلى جمال الحور العين. ولكن تكلمت عن الحور العين، ولكن يا إخوان أنا أتكلم في 4 أنهر في الجنة: نهر من عسل، ونهر من لبن، ونهر من ماء، ونهر من خمر. يا الله، وانت تمشي تشوف الأنهار عن يمينك ويسارك في الجنة. زد على ذلك تشوف، يقول الله جل وعلا: عبود وظل ممدود وماء مسكوب. العجيب يا اخوان انه ينظر الى طير في الجنة، فيشتهي الطير فيسقط الطير مشوي. شوف، يسقط الطير مشوي. والعجب من ذلك يا اخوان كذلك في نعيم الجنة، انه ينتقل من الجنة من مكان الى مكان، ونعيم الى نعيم، حتى انه يذهب الى الحورية، يأتي ريح يا اخوان على اهل الجنة، فيزيد من وجوههم جمال، يزيد من وجوههم جمال، فينادي المنادي. شوفوا يا إخوان، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة.
الجنة فيجتمعون أهل الجنة. هلموا يا أهل الجنة. فيجتمعون أهل الجنة يا إخوان في مكان، المكان هذا يا إخوان يجتمعون في أهل الجنة، فيصور إليهم يا إخوان الموت على صورة كبش. مو ملك الموت، الموت. ترى فرق بين ملك الموت والموت. يصور الموت على صورة كبش فيقول يا أهل الجنة. ما هذا؟ ينظرون إليه فيقولون بصوت واحد هذا الموت. يا أهل النار. ما هذا؟ فيقولون هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيقتل الموت، فيقتل هذا، فيقتل الكبش هذا الذي يصور على شكل الموت. يا أهل الجنة خلود بلا موت. فيطيرون فرحا أهل الجنة، خلود بلا موت. أسألك بالله يا غالي، أسألك بالله أنك من أهل الجنة، في الجنة خالدا فيها أبدا، إلى متى؟ يقول يقف العقل الآن، الآن يقف العقل البشري. في الجنة خالدا فيها أبدا، نعيم وخيرات وأشجار وأنهار وثمار وحور عين وسماء الجنة ونعيم الجنة، ظل ممدود، ظل ممدود ونعيم لا يزول. يا الله يا إخوان في 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 تلك الجنة أهل النار يعانون من عذاب ونار وهم وغم وويلات وصياح، ولكن أهل الجنة يا إخوان ترى حتى خويك اللي في الدنيا أو واحد في الدنيا ترك تقابله في الجنة وتعرف هذا فلان ابن فلان، ولكن ما في ضيق ولا في غثة ولا في فلان ولا علم. لا 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 يتقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وهذا عمر وهذا عائشة وهذا الصحابة وذول الأنبياء آدم ونوح وعيسى وموسى. تشوف الأنبياء ينادي المنادي يا أهل الجنة. شوف يا إخوان طلبات يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يا أهل الجنة. فيجتمعون الجنة، قال أتريدون شيء؟ فيقولون ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ يا أهل الجنة. الصوت هذا يا إخوان يصل إلى أرجاء الجنة. يا أهل الجنة هلموا إلى لقاء الله. الآن أهل الجنة يا إخوان يطيرون فرح لأنهم الآن أول مرة يشوفون الله. الله أكبر. العجيب يا إخوان، العجيب من ذلك، وأنا أكلمكم الآن وأنا أتكلم معكم وحنا جالسين، الله يرانا الآن من فوق سبع سماوات يسمع كلامنا الآن. الله جل وعلا يا إخوان يرانا الآن من فوق سبع سماوات ويرانا. والأعجب من ذلك أن ربي الآن يرانا وينظر إلى الجنة، والجنة الآن تزين. يا أهل الجنة هلموا إلى لقاء الله. بالله تذكر وأنت من ضمنهم اللي يسمع هذا الكلام، تذكر وانت من ضمنهم من يسمعون للقاء الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيجتمعون في ذلك الصعيد في مكان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سوف ترون ربكم كما ترون البدر، كما ترون البدر لا تضام. ثم يكشف الله الحجب فيتجلى الله فينظرون إلى ربهم. يا إخوان ينظرون إلى الله. بالله وانت تنظر إلى الخالق الملك الجبار الواحد الديان، أي جمال جمال الله جل وعلا. نور. يقول الصحابة قالوا يا رسول الله صف لنا الله، قال ذاك نور أن يوصف. العجيب من ذلك يا إخوان ينادي المنادي أين فلان ابن فلان، أين فلان ابن فلان، أنت يعني يا فلان. هلم إلى لقاء الله، ما تبي تجلس مع الله جلسة خاصة؟ الله. ثم تجلس مع الله جلسة خاصة فيقول لك الله عبدي ألم تفعل ذلك الذنب؟ فيقول يا رب، يا رب ألم تغفر لي؟ قال عبدي لو لم أغفر لك لم أدخلك الجنة. يا إخوان والله نعيم الجنة ترى نعيم أقسم بالله ما يوصف، نعيم وخير ورزق. بل والله تعيش في تلك الجنان وأنت مرتاح. ألم تسمع ماذا يقول الله جل وعلا على الجنة؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب فجعلناه
يا اخوان لا نحرم انفسنا واياكم من الجنه، ترى الجنه غاليه، الجنه ايام، الجنه والله كلها ايام الدنيا ثم تموت، ثم تفوز في جنه عرضها السماوات والارض، جنه عرضها السماوات والارض ونعيما لا يزول. فلا تحرم نفسك من الجنه، لا تحرم نفسك من الخيرات، لا تحرم نفسك من رؤية الله جل وعلا. والله يا إخوان، والله يا إخوان، إن الذي يجعل الإنسان يقشعر جلده أني وأنا أتكلم الآن أن الله يسمع الآن، ولا أجمد أن الله الآن يرانا. فيا رب يا حي يا قيوم كما ترانا، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم يا حي يا قيوم ارحم هذا الجمع المبارك في جنات النعيم، اللهم ارحم هذا الجمع المبارك في جنات النعيم. يا رب يا رب يا رب نسألك نعيم الجنة وخير الجنة وخيرات الجنة. فتكفون، تكفون يا شباب، تكفون يا شباب، لا يضيعنا، لا تضيعنا الفواحش، لا يضيعنا الزنا، ولا يضيعنا اللواط، ولا يضيعنا النظر الحرام، من جنة عرضها السماوات والأرض. تحرم نفسك يا غالي، تحرم نفسك يا غالي من جنة عرضها السماوات والأرض، تحرم نفسك يا غالي بسبب أغني وبسبب محرمات وكمال، بل تحرم نفسك ولا تصلي ثم تخسر جنة عرضها السماوات والأرض. والله الفوز العظيم يا إخوان. العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج معه جبريل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة وإذا بقصر من لؤلؤ مشيد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فظننت أنه لي، طمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا القصر له، فقال فقلت يا جبريل من هذا، من له هذا القصر؟ فقال هذا لفتى من قريش. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فظننت أنه لي. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يقول الكلام هذا ترى كان يسولف عن الصحابة، فقلت من؟ فقال فتى لقريش يسمى عمر. فكان عمر بن الخطاب موجود، فعمر بن الخطاب أول مرة يسمع فبكى عمر بن الخطاب، الله أكبر الله أكبر، يبكي عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله هل لا دخلته؟ عمر بن الخطاب يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على بيته في الجنة. والله يا إخوان، والله إذا صدقنا، والله إذا صدقنا مع الله، والله إذا صدقنا مع الله أن تدخلون الجنة بإذن الله، لأن هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ربما الآن واحد من بيننا يا إخوان، والله ربما الواحد الآن من بيننا قد كتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل الجنة. الله أكبر، كتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل الجنة. شفتم الآن القبور يا إخوان؟ شفتم القبور؟ ترى يوم تشوفون القبور وهي ها الآن سكينة وهادية، والله يا إخوان مي ساكنة ترى القبور ولا هي هادية، والله إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة